بعد الاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس البلدية والولائية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، انتخابات أخرى تجرى اليوم لاختيار أعضاء مجلس الأمة لتكتمل بذلك سلسلة تجديد المؤسسات الدستورية. اليوم ستنتخب الكتلة الناخبة المتمثلة في المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، قلت سينتخبون من يمثلهم أو من يمثل الولايات في مجلس الأمة، وطبعا هناك ثلثين، أما الثلث الآخر فيعين من قبل رئيس الجمهورية. وعلى الرغم من استكمال مسار تجديد المؤسسات الدستورية بعد تعيين الأعضاء الجدد، ينتظر مراقبون إصلاحات أخرى. ننتظر طبعا من خلال تعديل القانون أو النظام الداخلي لكل الشعب الوطني ومجلس الأمة، وكذلك القانون الناظم للعلاقات الوظيفية بين الشعب الوطني ومجلس الأمة والحكومة، وكذلك ننتظر العديد من وأيضا تعديل حتى قانون الانتخابات، لأنه ظهرت ثمة ثغرات ثمة اختلالات لابد من إصلاحها. ومن جهة أخرى يقول بعض المراقبين إن أهمية هذه الانتخابات تكمن في منح الفرصة لفئة الشباب التي عاشت إقصاء وتهميشا كبيرين. هذه الانتخابات لتجديد المجلس الأمة وهو ما يسمى بالتجديد النصفي مهمة جدا بالنسبة للأحزاب السياسية، بالنسبة للمترشحين الأحرار، وبالنسبة لفئة الشباب اليوم اللي هي كذلك تحاول أن تدخل هذا المجلس عبر انتخاب كبار الناخبين. وهنا نظن هذا الأمر يخدم العملية السياسية ويخدم المشهد السياسي. 27 ألف ناخب من مختلف المجالس المنتخبة سيختارون 68 سيناتر، بينما يبقى اختيار الثلث الآخر من الأعضاء من صلاحية رئيس الجمهورية. من الجزائر سارة بانا، اليوم.